إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي ندير لكم واحد الموضوع زوين خفيف كاين دار يا اما في الجلابه ولا في القفطان، وبالاخص كيجي في القفطان ديال لاسواري كيجي شي حاجه جميله وما غاديش نوصف لكم. كنتمنى تجربوا هذا الموديل وتشاهدوا معايا الحلقه للنهايه باش تعرفوا الطريقه ديال الخدمه ديالو. كما العاده وكما كتشوفوا حنا كنبداو بالخدمه ديالنا العاديه وكنديروا الدريز ديالنا عادي. الدرس كيكون على التالي كما كتشوفوا، كنديروا ثلاثه ديال الصفوف، كنديروا الصف الاول بالطريقه العاديه وكيجي درس متصور، وكنزيدوا الصف الثاني كذلك. وباش ما يكونش الفيديو طويل انا كنحاول نقصر، خدمت جوج الاولين ودابا انا خدام في الدوره الثالثه. ودابا كما كتلاحظوا معايا ملي سالينا الدرس ديالنا كنجمعوا لابطا ديالنا بطريقه سهله. انا كنفضل ديما نبدا من الفوق، لان ملي كتبدا من الفوق كتكون مسيطر على الجهات بجوج وما كتجيكش الهبطه دايره ولا كتجي الهبطه عوجه، كيجي داكشي مقاد ومتقن. يعني احسن حاجه بداو الخدمه ديالكم من الفوق. ودابا كما كتشوفوا ملي سالينا الخدمه ديالنا كنرتقو مزيان. ملي رتقنا دابا غادي نوريكم كيفاش جات الهبطه ديالنا. هذه بالنسبه للهبطه ديال الجلابه ولا ديال القفطان، كما كتلاحظوا ما كاينش ما كتجيش دايره، ما كيجيش فيها العيب، كتجي داكشي متقون وكيجي على حقه وطريقه. ملي سالينا دابا دوزنا معكم الطريقه ديال باش نزوقو، وانا اخترت هذا الموديل نديرو لكم بالعقيق. كما كتشوفوا غادي يجي عطي واحد الديكور زوين كما قلت لكم، كيجي في القفطان زين وحتى الجلال بالنسبه تخدم الجلابه دو بياس ديال الحضور كيجي شي حاجه زينه بزاف. الطريقه باش كنبتو هاد العقيق هذا هي طريقه سهله وما كتطلبش شي جهد كبير، وانا متاكد 100% كيجي زين وخدمته شحال من مره.
كما كتشوفوا حنا عندنا هنايا ثلاثه ديال الصفوف، والطريقه ديال التنبات ديال اللاقه كتكون سهله الا ديناها. مشينا مع الصف الاول كما شفتوا حنا سالينا، مشينا ثلاثه ثلاثه سالينا الصف ديالنا، ودابا كنرجعوا مع الصف الثاني كذلك عاوتاني كنمشيو ثلاثه ثلاثه، وكيجيو اللوانات يعني ملاصقين مع بعضياتهم. الطريقه ديال العقيق تقدروا ديروها نتوما كما بغيتوا، يعني تقدروا تنوعوا في هذه الاشكال هذه، يعني ماشي ضروري ديروا ثلاثه ثلاثه، تقدر ديروا جوج وحده ولا ثلاثه وحده، المهم نتوما عندكم الاختيار. انا هاد الموديلات كنخدمهم راسي وبغيت نشاركها معكم.
كما كتشوف هذا هو الشكل النهائي ديال الخدمه ديالنا، جا بطريقه زينه وطريقه يعني مبتكره، وكيجي كيشبه الماك الكسميتها الراندا، كيجي كيشبه الراندا بزاف. كنتمنى تجربوا، انا متاكد غادي يعجبكم الا درتوها في تكشيطه دو بياز، جلابه دو بياز ولا تكشيطه ولا قفطان، كيجي شي حاجه مزيانه بزاف. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.